خلوني هنا بقى ناخد رأي أحد أبرز المتخصصين الكبار، أهل العلم، أهل العلم بالمعنى الحرفي، دكتور محمد الألفي، أستاذ الجيولوجيا بجامعة المنصورة ونائب رئيس اللجنة الوطنية للعلوم الجيولوجية. أهلا بحضرتك يا دكتور. أهلا بحضرتك أستاذ يوسف، وأهلا بمشاهدينك. أهلا بسيادتك. أنا سعيد جدا النهاردة صراحة أني أشارك حضرتك الحدث المهم جدا. احنا كأكاديميين مبسوطين جدا النهارده ان احنا يعني شفنا حاجه منتظرينها من سنين، ان احنا نطبق الدراسات اللي اتعملت خلال السنين الكبيره اللي فاتت دي اللي كانت للاسف مركونه على الرف. النهارده احنا بنشوفها قدام عينينا بتطبق عشان نستفيد من ثرواتنا المدفونه اللي قعدت سنين وسنين مش مستفيدين بيها. والله العظيم حاجة. أنا أتذكر وصححنا دكتور محمد أنه كان دكتور رشدي سعيد الله يرحمه، العالم العظيم يعني، كان كتب زمان مؤلف وكان إصدار كتاب الهلال على الأوضاع الاقتصادية المصرية والثروات غير المستغلة، وأشار فيما أشار إلى الرمال السوداء وتساؤله وتعجبه عن عدم استغلال هذه الثروة. أنا هنا أسأل يا دكتور، ايه هي أهمية الرمال السوداء؟ يعني دكتور محمد الألفي يقول لنا احنا كجيولوجيين فرحانين جدا اخيرا تم استغلال حاجة بقالنا عشرات السنين بنتكلم عليها. مذيع اسمه يوسف الحسيني يقول لنا يا جماعة ده هيبقى يعني عيد اقتصادي. سيادة المحافظ في كفر الشيخ يقول لنا يا جماعة دي، الريس قال لنا دي قفزة. طب احنا كمواطنين عايزين نفهم بقى. طيب يعني ممكن نختصر الكلام ده يوسف في كم نقطة. الرمال السوداء هي عبارة عن نوع من الرمال بتكون متركز فيها بعض المعادن اللي بنسميها المعادن الثقيلة، اللي بيكون محتوية على عناصر ذات جدوى اقتصادية كبيرة، عناصر نادرة. الرمال السوداء دي ناتجة من التجوية والسعرية في الجبال، واللي نهر النيل نقلها على مدى عمر زمني طويل، وفي الاخير وصلت لغايه النيل رماها على شط البحر المتوسط. حدث انه الرواسب دي فيها معادن دي معادن استراتيجيه، معادن مهمه جدا بتركيزات محترمه، يعني احنا بنحكي عن تركيز تقريبا في حدود 3% 3 ل 3.5%، المعدل الاعلامي بنحكي عن 1%. كمية في بعض الأحيان بتوصل بعض العدسات توصل لغاية 60 و65، وفي بعض الأحيان وصلت ل 80% في تركيز الخامة في بعض العدسات. الخامات دي موجودة وكانت غير مستغلة، يعني في أبحاث كتيرة اتعملت من سنين وسنين، وكنا دايما بننادي إنه يا جماعة ابتدوا اشتغلوا عليها بشكل اقتصادي بشكل محترم، نعمل جدوى اقتصادية محترمة تحديد احتياطي بشكل جيد، وبعدين بعد كده نشتغل عليها الاستخراج بتاعها او للفصل بتاعها. احنا عندنا تقريبا زي ما حضرتك ذكرت تقريبا نهر النيل رمى الرواسب دي يعني خلال عصر السينوزويك او عصر الحديث الباليوجين والنيوجين، وبعدين الرواسب دي اترسبت في شمال الدلتا من اول خليج ابو قير شرقا مرا ببلطيم ثم البرولوس ثم دمياط لبورسعيد سهلتطينه رمانه البردويل العريش وصل رفح. الكميات صراحه احتياطي ممتاز، يعني احتياطي هايل جدا، يعني الدراسات مؤكده بتحكي عن اكثر من 1.3 مليار. الاحتياطات بشكل عام ارقام وصلت لخمسه، وفي ناس حاجه اكثر من كده 5 مليار. المعادن الموجودة في المعادن زي الإلمينايت والمونازايت والروتايل والزيركون، المعادن دي بتحتوي على عناصر نادرة شديدة الأهمية، معادن استراتيجية بمعنى أن في تصديرها وتقول لازم أن أنا أستخدم في الاقتصاد بتاعي زي الصين. السعر بتاعها كل يوم قاعد يزيد، كل يوم قاعد يزيد لأنه احتياجها في الصناعة بشكل قوي جدا زي ما حضرتك ذكرت، هياكل السيارات التيتانيوم بالتحديد، الزيركون، صناعات السيراميك، البويات، فلها تطبيقات صناعية عظيمة جدا. احنا عندنا احتياطي ممتاز وعندنا
الحمد لله المصنع اللي اشتغل النهارده ويا رب ان شاء الله يطلب واحد واثنين وثلاثه وعشره ان شاء الله يطلع لنا خامات. احنا بس كنا حابين انه الخامات دي نعظم القيمه الاقتصاديه بتاعتها بحيث ان احنا ندخلها في الصناعه، ما يبقاش عمليه تصدير بس. هو ده اللي انا عايز اسال عليها دكتور، ده اللي انا عايز اسال عليه. يعني احنا للاسف الشديد لعهود يعني ليست بالقصيره، دائما اعتدنا ان احنا ناخد الماده الخام تطلع من الجبل تطلع من الارض احطها على ظهر المركب واوديها بقى شرق اسيا اوديها اوروبا اوديها صحيح. امريكا، ويبقى كده كل سنه واحنا طيبين وبناخد لنا قرشين تفهين. صحيح صحيح. طيب دلوقتي انا هشتغل على الفصل بتاع هذه المعادن وهستخدمها في الصناعه، مش بس هعمل فصل واصدر. تمام صح صحيح. ايه الصناعات اللي انا هستفيد بيها؟ بنحكي انه احنا ممكن احنا نفصلها ونجهزها انها تدخل بقى في الصناعه بحيث ان احنا نضيف القيمه المضافه للصناعه دي، لانه انت مهما 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 تنتج برضه سعر الطن هو سعره اقتصادي ممتاز طبعا. الاهميه الاقوى ان انت تصدره كمنتج. احنا كنا قبل كده استاذ يوسف بنستورد المعادن دي، بنستوردها من الخارج. طب هي موجوده عندنا النهارده، هي اصلا بتاعتي انا صدرتها رمله بالطن وراحوا هم فصلنها وبعدين بيعينها لي تاني. بالظبط. كنت شاطر انا، اسم الله عليا. صحيح. كمل يا دكتور. صحيح. فاحنا يعني انا برضو من الحاجات الجميله جدا اللي احنا شايفينها النهارده انه عمليه الفصل دي انا متخطط فيها كويس ومحطوط لها اسس بيئيه محترمه، بمعنى انه في عندي عناصر موجوده مشعه، يعني سكندري مينرال تكون زي معدن المونازايت والزيركون فيها بعض بتنتج يورانيوم وثوريوم ودي مواد مشعه. انا الوقت لما بستخرجها من الـ من الـ من الركاز اللي عندي او من الكثبان الرمليه اللي موجوده عندي، انا بشيل ضرر ممكن يحدث او يقع على الانسان. دي نقطه. النقطه الثانيه ان انا برجع الحاجه او الشيء الى اصله بعد ما انا باخد الكثبان الرمليه دي واستخلص منها المواد او المعادن الثقيله، برجعها زي ما هي بالظبط عشان ما غيرش في البيئه، ما غيرش في الظروف البيئيه انه ممكن يحدث مشاكل بعد كده، يحدث تاكل لشط البحر، يحدث. احنا بنحاول نعمل ريستوريشن، يعني احنا بنعمل استخراج للخامه وفي نفس الوقت بنرجع الشيء لاصله، ودي حاجه عظيمه جدا 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 لان احنا كده بنحافظ على البيئه بشكل ممتاز. يعني انا اخد الحاجه وانقيها واشوف انا هعمل استخدامات صناعيه ايه، اما فيما يتعلق بطوبوجرافيا المكان فانا بعيدها كما كانت. بالظبط كده بالظبط كده. طب ودي جدا. ودي حاجه صراحه يعني دي يعني دايما في البلاد في اوروبا او دايما باصين للبعد البيئي لعمليه التنقيب او عمليه المايننج. يعني انا بامانه انا يعني سعيد جدا ان بشارك في الحدث ده وان بنلقي براينا العلمي انه عندنا مصادر ممتازه ومش واقفه بس على الشريط الساحلي الكبير اللي احنا اتكلمنا عليه من شرق اسكندريه لغايه رفح، بل بالعكس في عندنا بعض المناطق في البحر الاحمر في دلتوات الاوديه موجود برضو فيها ركازات عاليه للرمال السوداء، مش كده وبس، كمان في منطقه بحيره ناصر في كميات كبيره جدا من الرواسب دي اللي المفروض ان احنا نبتدي نشتغل عليها ابحاث ونحط لها تقييم اقتصادي بدراسات جدوى محترمه بحيث ان شاء الله نبتدي ندخل في عمليه الاستخراج بتاعها. طب ونزود اخر حاجه يا دكتور حتى لا اطيل عليك، يعني اخر حاجه، استدامة الاستغلال الاقتصادي لهذه الثروة تصل إلى كم سنة؟ تمام. يعني الاحتياطات اللي احنا شايفينها المؤكدة بنحكي عن ان انت يعني احتياطي مؤكد تقريبا 1.3 1.5 مليار. الاحتياطات المستقبلية يعني في بعض الأبحاث عملناها باستخدام تحليل صور الأعمار الصناعية، لقينا انه في الرمال السوداء ممتده في منطقه البردويل وشرق سيناء، كذلك موجود بعض المناطق في دلتوات الاوديه اللي بتصب في البحر الاحمر. احنا بنحكي عن استدامه ممكن توصل لغايه 200 سنه لاستخراج الرمال السوداء،
وده يعتبر اقتصاديا شيء مجدي ان انت تشتغل على مدى عمر ممكن يوصل لغايه 200 سنه بمعدل انتاج محترم اقتصادي. يعني احنا النهارده زي ما بقول لحضرتك انا سعيد جدا واتمنى يا رب مش بس على الرمال السوداء، لا بقيه الانشطه التعدينيه في مصر نبص ليها بعين الاعتبار. في عندنا خامات ذهب، في عندنا حاجات تانية كتيرة في أماكن تانية، في الفحم، في 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 بعض المشكلات اللي المفروض إن احنا نبص عليها ازاي نحلها مع وزارة الصناعة وهيئة الثروة المعدنية. يعني احنا صراحة النهاردة مثال ممتاز ومثال هايل جدا للتعاون بين أكثر من الشركة الوطنية ومع محافظة كفر الشيخ ومع هيئة المواد النووية اللي قابلت بلاء حسن صراحة، ودي يعني صحيح. أنا بشكر الزملاء فيها في هيئة المواد النووية إن احنا نشوف النهاردة الحلم بتحول لحقيقة. لحقيقة أنا بشكرك جدا يا دكتور، كل الشكر لدكتور محمد الألفي أستاذ الجيولوجيا بجامعة المنصورة ونائب رئيس اللجنة الوطنية للعلوم الجيولوجية. إذن احنا سمعنا الكلام اللي قاله لنا الرئيس، وسمعنا الكلام مع سيادة المحافظ، وسمعنا كلام رأي العلم وتحديدا الجيولوجيا. هل لسه في كمان حاجات عايزين نسمعها؟ طبعا ما احنا لسه بقى عايزين نسمع بقى رأي الناس بتاعت العلوم النووية والناس بتاعت الاقتصاد والناس بتاعت الصناعة تاني. دي ليلة عيد